تفضل يا رايد. حياك الله يا سلطان، امسي عليك بالخير. وفقرة المواجهة، الفقرة الجميلة اليوم اللي تكشف المستور، يعني اللقاء اللي مختلف تماما عن المكزون وايضا في الاستديو. اليوم ضيفي العزيز جدا مالك الابل بليه مشجع الدوسري، حياك الله. الله يطول عمرك ويحييك. وايضا ينضم الي زميلي المحلل محمد بن عمير، حياك الله ابو عمير. مرحبا ومسها يا رائد، رحب فيك ورحب اخونا بليه. ابو شجاع، ببدا معك بنبرة الثقة اللي انا عشتها معك قبل الهواء. مرتاح انت تتكلم اليوم عن مشاركتك، واللي دار بيني وبينك انه بعد الله طبعا انت ضامن الاول. قول لي عن مشاركتك اليوم وعن مستوى الحلال اللي موجود. الحلال كله طيب، والله يبارك لهم وكل المنافسين، والله انهم يستاهلوا الاول. بالنسبه لك انت؟ بالنسبه لي شجاع معودني على العلوم الطيبه. طيب الان اترك اكيد المجال لمحمد بن عمير اللي لديه الكثير اليوم لايضاحه لمشاهدينا الكرام. تفضل ابو عمير، مساحه لك. مرحبا بليه ورفيزنا من العام الماضي، صاحب انجازات. والله غريب عليه الانجازات، لا هو ولا ربعه. بليه، وين تشوف شجاع اليوم؟ شجاع معودنا على العلوم الطيبة. معودك على المراكز الأولى. يعني الأول؟ حال الله وقوته. طيب العام الماضي كان معك منافس حقق المركز الأول وانت حققت المركز الثاني، هل غياب منافسك له دور انك تاخذ الأول؟ ما منافسي ما غاب، منافسي حاضر اليوم وقعوده شجاع. نافس نفسك يعني؟ لا، هو أخوي بن عمي وقعودنا واحد. ونعم فيك ونعم فيك. أول عمرك كلكم. طيب هل العام الماضي كان قعودك في سن حق؟ معروف سن الحق هو السن اللي يكون فيه شين القعود. هل تطوره السنة هذه لسن لقي اللي هو بداية توفر الزين فيه يخدمك اليوم؟ شفتوه في الميدان طال عمرك. شفناه، لكن احنا نسألك أنت. أنا لو بتكلم شهادتي هي مجروحة، بس أنت تشوف اليوم تغير جذري، ما هو بكلي. ما شاء الله عز الله، شفناه. تشوف خطر عليك من بقية المنافسين؟ والله كل المنافسين يستاهلون الأول، وكلهم ما جو هنا اللي يستاهلون، ومنافسين ومحضرين زين. ما في شك. إذا بتسمح لي أبو عمير، بس في سؤال بعد إذنك، معلش عذرا على المقاطعة. أنت قاعد تعطي إلى الآن إجابات دبلوماسية، يعني ما أعطيتنا إجابة واضحة. أنا بأسألك شخصيا، بنسبة كم اليوم من 10 أنت ضامن المركز الأول؟ والله العلم عند اللجنة. بالنسبة لك أكيد العلم عند اللجنة، لكن أنت واثق. والله الثقة الحمد لله موجودة. نسبة كم؟ 200%. 200% يعني تعدت العشرة. نعم. أنا ما لوم الجماهير اليوم، يعني لما كنت موجود قاعدين يصفقون. تفضل يا أبو عمير، سم. شفت ردة فعل الجماهير؟ بليه اليوم مشاركتك بغض النظر عن تميزها، وهذا شيء مفروغ منه، ولكن مشارك بتلات في نفس الوقت. وهذه ميزة تحسب لك ما تحسب عليك. وين بليه من مشاركة في شوط مشترى أو إنتاج، أو اكتفاءكم بسلالة؟ والله إن مشاركات طال عمرك في دول الخليج وفي الإمارات وفي قطر، وحققنا مراكز الأول بإنتاج. لا، نبغى هنا في الميدان. هل لا يوجد لديكم سلالة أخرى عدد سلالة تبعيركم هذه؟ إلا موجودة. مشترى؟ موجودة. رب يوفقك، ألف شكر لك يا بليه. طول عمرك، تشرفنا فيكم، الله يطول عمركم. اشكرك على تواجدك. الله يطول عمرك، فالك التوفيق ان شاء الله. شكرا اكيد لمالك الابل بليه بن شجاع الدوسري، وايضا شكر للزميل لك رايد. شكرا على بليه، اخلاقه ورياضيه وتفوقه في كل الميادين، والثقه الجميله جدا. ثقته ما فيها شك، قعوده يفرض له ثقه. استاهل. هذا كل ما لدي من المواجهه، خلاصه اللي طلعنا فيه اليوم مثل ما قال بليه، 200% واثق في شجاع. تفضل. حياك الله رايد، ويستاهل بليه مالك القعود شجاع، اللي الحقيقه تواجده اليوم كان حضور مميز وقوي من بدة الحلال موجود، واللي عرض نتمنى لهم كل التوفيق. وطبعا